اعزائي الجماهير متابعين كابينه التعليق في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. بصوا برجاو بيقول لي ايه، بيقول النهارده اول حلقات الكابينه بعد الهدنه، وهنرجع تاني ايه نناقش الرياضه بره فلسطين. هدنه ايه يا برجاوي؟ هدنه ايه يا برجاوي يا اخي؟ خلي عندك دم، ده اللي حكيناه في الحلقات اللي فاتت ما يجيش 20% من اللي بيحصل من الاحتلال. تخيلوا الاحتلال بعد ما خلص قصف وتهجير الفلسطينيين فاجئ بحاجه ما كانش عامل حسابها. قال ايه ده، معقوله بعد كل المحاولات ديت اني امسح فكره فلسطين من العالم اجي الاقي المنتخب الفلسطيني بيلعب في كاس اسيا؟ عملنا ايه احنا كده؟ لا، وايه الاقي منتخب فلسطين هيلاعب المنتخب الامارات الشقيق؟ والمره دي فين يا برجاوي؟ تخيل كده، في الدوحه، يعني اعلام فلسطين بقى في كل حته، ما حدش يقدر يمنعها. ده ربنا يستر وما يمنعوش كمان الهتافات بالعبريه، تبقى مصيبه. بقول لك ايه، تفتكر يا برجاوي لو منتخب فلسطين بيلاعب الامارات، اسرائيل هتشجع مين؟ مش هتشجع حد طبعا يا برجاوي. فلسطين والامارات بلدين عربيتين طبعا، مالناش احنا علاقه بالحاجات دي. مش بقى بشكل بقى برجاوي بقى. المهم الاحتلال لما لقى ان كلمه فلسطين لسه موجوده في الرياضه، جاب الفكره اللي قايمه عليها الصهيونيه اللي هي أرض بلا شعب، وقرر يطبقها في الرياضة وينفذ مخطط صهيوني اسمه أرض بلا رياضة. ولأن جرائم الاحتلال الرياضية كانت كتيرة على إن احنا نغطيها في حلقة واحدة، قررنا نعملها على جزئين، وده الجزء الأول، والتاني هيكون الأسبوع الجاي. ما تنسوش تتابعوها، وكمان تتابعوا كل الحلقات اللي عملناها عن فلسطين في الحلقات اللي فاتت من كابينة التعليق. وركزوا معانا علشان اللي شفتوه في كابينة التعليق عن سلسلة فلسطين حاجة، واللي هتشوفوه النهاردة حاجة مختلفة تماما. قبل ما نبدأ نحكي القصة الكاملة إن إزاي الاحتلال قضى على الرياضة في دولة فلسطين، وقبل ما نبدأ بالمخطط الصهيوني اللي قلت لكم عليه من شوية بتاع أرض بلا رياضة، خليني الأول أتكلم على اللي حصل الأسبوع ده برجاوي، لأنه بصراحة ما يتفوتش. من 3 أيام حصل حدثين رياضيين مهمين والاتنين متعلقين بفلسطين. الأول كان ظهور محمد صلاح في فيديو جديد هنشوفه كمان شوية، والتاني هو اللاعب يوسف عطال الجزائري لاعب نادي نيس اللي اظهر دعمه لقضيه فلسطين. فاكرينه؟ الشرطه الفرنسيه قبضت عليه وحجزته في قسم الشرطه ورحلته للنيابه وبعدين خدوه على المحكمه. عطال بص كده على ملفه لقى التهمه بتاعته انه بيدعم الارهاب، اتبسط وفرح جدا وتفائل، الحمد لله انا ما دعمتش اللي بيقتلوا 15,000 مواطن سلمي منهم 6,000 طفل، اكيد يقصدوا زينشينكو او كورتوا. القاضي قام ضرب السيجاره كده واصدر في عطال اغرب حكم، قال له انت تحت مراقبه الشرطه الفرنسيه. يا جدعان، مش انا اللي قصفت الاطفال والابرياء والله. لا بقول لك يا عطال، احمد ربنا ان احتمال واحد شيك كده هو اللي يكون بيراقبك، غيرك بيراقبوا واحد بصباطه موز وقفوا في ال 18. المحكمه قالت استنى بس كده، بقول لك ايه، الواد ده لعيب وشكله كده هيراوغ المراقبه، احنا هنمنعك كمان من السفر. يبقى لا منه لاعب في فرنسا ولا يعرف يشوف اكل عيشه بره. لا طب بقول لكم ايه، انا عندي فكره احسن يا محكمه، ايه رايكم نبدله مع الاسره؟ ده خامه نظيفه جدا، ده هيعمل يجي 1000 صهيوني اقل حاجه، خلي بالك. تصدق فكره يالا؟ طب استنى نديله حكم كمان. المحكمة قالت عطال لو عايز يطلع من الحجز يدفع كفالة 80,000 يورو ويستنى مننا حكم قضائي كمان شهر. متخيلين ان لاعب المنتخب الجزائري الاساسي ما عملش اي جريمة ومحبوس في فرنسا بسبب دعوة قضائية عنصرية من عمدة نيس، والمشاهد المغزية علينا كعرب زادوا واحد. انا عندي فكرة جبارة، ايه رأيكم يا اتحادات الكرة العربية تعملوا قمة طارئة بسرعة يوم 12 الجاي وما تعملوش اي حاجة؟ لكن انت مش لوحدك يا عم عطال، ده مش كلام يا جماعه، ده كلام رياض محرز اللي تضامن معاه في ستوري على انستجرام. وفي نفس الوقت القبض على يوسف عطال اللي المفروض كل اللاعيبه المحترفين يدعموه في وقت القصف على غزه، النجم المصري محمد صلاح ظهر في فيديو جديد. قلت لك ما تقلقش يا برجاوي، ما تقلقش يا عطال، انت مش لوحدك. اكيد محمد صلاح اللي كان واقف جنبك في الملعب فاكره؟ اكيد دلوقتي بيقوم بدوره كلاعب عربي في دعم القضيه وفي دعم اصحابه اللي اتظلموا. صراحة يا جماعة صلاح عمل موقف مشرف في حياته وحقيقي. فاكرين قناة سكاي نيوز؟ أكتر قناة منحازة لإسرائيل في عدوانها على غزة، حبت إن هي تلطف الأجواء شوية، فجت في نفس الوقت اللي اتقبض عليه يوسف عطال وعملت لقاء مع لاعب كرة مشهور تقريباً عشان تغطي عليه. مين بقى يا جماعة اللي ممكن يطلع معاها من اللعيبة العرب؟ مين؟ هو في غيره؟ فخ العرب. بس برافو عليك يا محمد صلاح إن أنت رايح تضربهم في عقر دارهم، ورد على أهم سؤال في المرحلة اللي شاغل الوطن العربي كله. If you could only eat one meal for the rest of your life, what would you be? I love sushi. Sushi. I do love sushi. I don't like cooked one. No. I like the raw one. Proper raw. Yeah. Not the cooked one or fried or not. بصراحة يا محمد صلاح أنت أكتر إنسان متربي على السوشي في نجريك، أشهد لك بصراحة. بس خلي بالك اللي كنت بتزرعوه في الغيط وبتقشروه ده مش سوشي. لا ده حاجة تانية. وللأمانة يا صلاح في وقت القصف على غزة وفي وقت ما اللعيبة العرب بيتظلموا من الاتحادات الأوروبية، ده أحسن وقت إن أنت تطلع تكلمنا فيه عن السوشي طبعا. وبقول لك إيه، ما تنساش بقى يعني دورك المشرف دايما مع أهل غزة في الوقت ده إنك تتبرع لهم بكذا كرتونة سوشي، وما تنساش الصويا صوص.
بس شكله جاي بمزاجه المره دي يا جماعه، ما حدش مهدده زي الفيديو اللي فات. وده الفرق ما بين الابطال زي يوسف عطال وانور الغازي ونصير مزراوي ورياض محرز اللي مستعدين يضحوا بكاريرهم كله في مقابل تمسكهم بدفاعهم عن الحق الفلسطيني، وبين اللي طالع يضحك ويهرج وجاي يشرح لنا انواع السوشي المفضله. بقول له يا عم انا مش بحب المتسخن او الكريسبي، لا بيحب السوشي النيء اللي هو بيحسسني يا جدعان ان انا مولود في اليابان. ده غير ان انا بحب اعزف الملكه اليزابيث عشان يعني بتحسس ان انا عايش في بريطانيا. ما اقولكوش بقى على بيجامات الكريسماس اللي بتحسسني فعلا ان انا امريكاني. للاسف فخر العرب طلع فخ العرب، وعمال تزايد على المصريين وتقول لهم المينتاليتي بتاعتي غير المينتاليتي بتاعتكم، وبتتصور لي وانت ماسك الكتاب وبتقراه. يا اخي ريتك بدل كل ده كنت كملت تعليمك افيد لك. بص بيرجعوا بيقول لي ايه، بيقول لي وده ايه بقى علاقته بفلسطين؟ بالظبط اللقاء بتاع محمد صلاح ملوش اي علاقه بفلسطين. علشان كده واحنا بنحكي تاريخ الرياضه لازم نوثق مين اللي وقف جنب الحق ومين اللي وقف جنب السوشي، ولازم كمان نوثق ان محمد صلاح طلع عامل زي اوروبا بالظبط. وعشان تحترف في اوروبا لازم تمشي على المثل اللي بيقولك كل اللي يعجبك وادعم اللي يعجب الناس. تعال بقى برجاوي نوري للناس الحاجه اللي وعدناهم بيها في الحلقه دي، ان ازاي الاحتلال قضى على الرياضه الفلسطينيه. فاكر بقى المخطط الصهيوني اللي قلت لكم عليه من شويه بتاع ارض بلا رياضه؟ هنحكيه من اول 2023 رجوعا بالزمن لسنه 1920، يعني هنعدي على قرن كامل من الرياضه في فلسطين. اصحى معايا يا برجاوي، شغال لي آلة الزمن يا جدع. المخطط ده يا برجاوي كان بيهدف لخمس حاجات لو اتحققوا هتدمر الرياضه في فلسطين بالكامل، واولهم اللي حصل مع يوسف عطال بالظبط، وهو واحد اعتقال اللعيبه الفلسطينيه. رجع لي بالتاريخ كده يا برجاوي 2015. تخيل نفسك كده كمنتخب فلسطين للناشئين بتلعب في حاجه اسمها كاس العرب. مش بس كده، ده انت كمان بتحقق انجاز عظيم وتتاهل لنص نهائي كاس العرب، وبعد كل ماتش بتكسبوه بتتبسطوا وتحتفلوا وتخططوا للماتش اللي بعده، والوضع معاكم كان ايس كوفي على الاخر. بس انت للاسف فلسطيني، والفلسطيني في احتلال، والاحتلال زي ما قلنا عايز كلمه فلسطين تختفي تماما. فالاحتلال يعمل ايه؟ قال ازاي نعرقل مسيره المنتخب الفلسطيني اللي بقى اسمه على الساحه الرياضيه؟ نعمل ايه نعمل ايه؟ بس احنا نقبض على واحد منهم. مين يا جدعان؟ تخيلوا نقبض على مين؟ اهم ركن في المنتخب، حارس المرمى. منتخب فلسطين دلوقتي عنده ماتش مع الاردن في تصفيات كاس اسيا الصبح، راح الاحتلال على بيت حارس مرمى منتخب الناشئين الاساسي اللاعب عمر الزعانين، قال له ايه يا عم عمر؟ اما بدع انت يابا يمين وشمال، تعالى بقى ناخدك اعتقال اداري شويه معلش، وخلي منتخب فلسطين يروح يلعب الجون سلطه يا عم مش مشكله. تخيلوا الاحتلال حاطط عقله بعقل العيال بتوع لعيبه الناشئين، مش عارفين ندين الاحتلال علشان قبض على لاعب كوره ولا عشان اللاعب ده كان تحت السن اصلا. ودي طريقة بيمارسها الاحتلال على منتخب فلسطين عشان يحد من تفوقه في البطولات لما يلاقي لاعب بيحقق تقدم للمنتخب. وبعد كل اللي حصل ده طبيعي النتيجة تكون ان منتخب فلسطين راح لعب الماتش وخسر بسبب انهم فقدوا حارس المرمى الاساسي، حتى لو معاهم حارس يعوضهم. فيكفي الحالة النفسية السيئة للاعيبة اللي بتلعب ماتش وصاحبهم مقبوض عليه الفجر بدون اي تهم. تعال ناخدها من منظور اخر. تخيل كده واحد ابوه وامه حلم حياتهم يخلوه نجم عالمي، امه بتصحيه الصبح بدري عشان يتمرن، عامله له نظام اكل ممشيه البيت كله عليه عشان عندهم بطل في البيت اسمه حارس مرمى منتخب فلسطين. العيله كلها بتتجمع على التلفزيون عشان تشوفه، امه بتقول للجيران وابوه يقول لاصحابه شوفوا ابني في التلفزيون هيلعب النهارده مع المنتخب. كل ده انهار مره واحده. امه بتسال هو ابني مش في كاس العرب ليه يا جدعان؟ مش موجود؟ عشان بكل بساطه مجند من دوله الاحتلال قرر كده بمزاجه انه يقبض عليه. والام بدل ما كانت بتلم الشارع عشان يتفرجوا على ابنها وهو بيلعب في التلفزيون بقت بتلم من قرايبهم عشان يدفعوا كفاله ويخرجوا من السجن. احلام عيله كامله بتنهار بدون اي داعي لمجرد ان الاحتلال عايز كده. ده غير ان لعيبه المنتخب نفسيتهم اتدمرت، بقى يفكر طب ها لو كسبنا الماتش اللي جاي وتاهلنا الاحتلال هياخد مننا كمان واحد؟ طب ايه نكسب الماتش اللي جاي ولا حلو كده بدل ما ندمر فريقنا؟ مش قلت لك يا برجاوي اللي تعرفه عن معاناه الرياضيين الفلسطينيين ما يجيش 20% من اللي هم عايشينه؟ لا ما تتاثرش كده يا برجاوي وارجع لي سنه كمان بالظبط لسنة 2015 لما لاعب فلسطيني تاني مشكلته الوحيدة عنده مشكلة صغيرة قد كده انه كان مهاري زيادة عن اللزوم. ابو تريكة الشعب الفلسطيني صانع العاب المنتخب الفلسطيني اللي كانوا بيسموه صانع افراح المنتخب من كتر ما هو بيجيب الفوز لمنتخبهم. اللاعب سامح مرعبة. سامح كان مشهور كواحد من افضل لاعبة خط الوسط في منتخب فلسطين في تصفيات المونديال وفي امم اسيا، ودي كانت مشكلة سامح ان نجمه ارتفع وسط اللاعبة الفلسطينيين ووصل مع منتخب فلسطين للماتش النهائي في التصفيات المؤهلة لكاس اسيا في قطر. مين بقى يا جماعه اللي شايف كل ده ومش عاجبه الوضع ده؟ ممكن يكون مجند في دوله الاحتلال الاسرائيلي قاعد بيتابع يشوف هيعمل ايه. منتخب فلسطين على اعتاب انه يحقق نصر جديد، وقتها الاحتلال راح ماسك احصائيات المنتخب وشافوا كده مين اكتر لاعب محقق ارقام مع المنتخب، لقوه انه اللاعب سامح مرعب. بس المره دي قال لا احنا مش هنروح له، المره دي
هو اللي هيجي لنا. سامح كان عنده ماتش مع منتخبه واجباري انه هيعدي على معبر الكرامه اللي تحت سيطره دوله الاحتلال بالضفه الغربيه. فعلا سامح وصل للمعبر وسمع جمله غيرت له كل حياته، جمله من الضابط الصهيوني لما قال له اقف هنا انت مقبوض عليك. واحد اسرائيلي كده ميل على الضابط وقال له باشا احنا كده قاعدين نقبض على لعيبه الكوره ولو حد رجع للفار هيقفشنا. قال له ما تخافش انا محضر له تهمه ما تخرش الميه، تحويل الاموال للمقاومه، وهنصوره فيديو والكوره بتعدي ما بين رجليه ونقول بصوا انفاق المقاومه اهي، ما احنا بنعملها في المستشفيات وبتمشي عادي. اللاعب سامح بيحكي بيقول وانا جوه في السجن ما كنتش عارف حتى المنتخب اللي انا بلعب فيه عمل ايه في تصفيات اسيا، منعوا عني الاكل وبقتش اتمرن ومقطوع عن العالم لمده 8 شهور لحد ما خرج بدون اي اثبات ان هو بيحول فلوس لاي حد، وبقى اللاعب في فلسطين عادي كده بيروح 8 شهور اعاره للسجن ويرجع تاني لمجرد ان الاحتلال كيفه كده. وبقى الاعتقال وسيله لعرقله اللعيبه، ولما بتكثر حالات الاعتقال فورا بيبدا الاحتلال يفكر في طريقه تانية يحقق بيها مخططه اللي هي منع اللاعبين من السفر. الاحتلال بيستخدم اكتر طريقه ملتويه لوقف النشاط الرياضي في فلسطين، وهو انه يمنع اللعيبه من التنقل بين المحافظات الفلسطينيه ومنع اي بعثات فلسطينيه رياضيه من السفر، وبالتالي دوله فلسطين ما يكونش ليها اي مشاركه دوليه في اي رياضه. واسرائيل بتشارك في كل الرياضات واسمها موجود دايما في المحافل الدوليه. اطلع لي بالتاريخ كده سنه واحده برجاوي لسنة 2019، المنتخب الاولمبي المصري والاردني اتنظم لهم ماتش ودي يلعبوه على ارض فلسطين، ومش هتصدق اللي حصل ساعتها. اسرائيل منعت ان هي يطلع تصريح للمنتخبين ان هم يدخلوا الاراضي الفلسطينيه، وطلعت اي سبب عبيط زي والله رفضنا الاسباب امنيه، اصل يعني خوفنا الكره تتشاط في القبه الحديديه تبوظها، مع ان الحدود مصريه فلسطينيه عادي، بس انتوا عارفين احنا يعني بنستاذن اسرائيل قبل اي حاجه نعملها علشان يعني في الاخر احنا لازم نحترم يعني دوله وكده يعني. ولو رجعنا كمان سنه بس لورا 2018 شوف ازاي اسرائيل بتستخدم المنع من السفر كسلاح عشان تقصف بيه الرياضه في فلسطين. بس قبل ما اقول لكم على اللي حصل عايز اعرفكم ان بسبب المستوطنات الاسرائيليه وبسبب القصف المستمر تنظيم كاس كره قدم بين انديه فلسطينيه من اصعب ما يكون، ومع ذلك في 2018 قدر الفلسطينيين بمعجزه ما ينظموا الكاس ده لحد ما وصل للنهائي مركز شباب بلاطه اللي في الضفه ونادي خدمات رفح اللي في قطاع غزه، دي حاجه كده زي الاهلي وبورسعيد عندنا في مصر. واخيرا اول نهائي يكمل بعد فتره بالنسبه للفلسطينيين، وده في حد ذاته انجاز كبير جدا ايا كان الكسبان او الخسران. بس كالعاده الاحتلال علشان كيفه كده رفض انه يدي تصريح دخول لعيبه خدمات رفح للضفه واتلغى كاس فلسطين. تخيل جمهور مدينه كامله بلعيبه بجهاز فني باتحاد كوره روحوا على بيوتهم عادي كده عشان مجندين بكيفهم منعوهم يعدوا بدون اي اسباب منطقيه. واهلا بك في فلسطين. وكل ما ترجع سنه في التاريخ الفلسطيني بتلاقي نفس الطريقه اللي بيمارسها الاحتلال. في 2017 المنتخب الاولمبي الفلسطيني كان عنده ماتش في تصفيات كاس اسيا في الجزائر، نفس المجند اللي واقف على المعبر قال للظابط قال له ايه يا باشا ناخد الجون المره دي ولا ناخد صانع الالعاب كالعاده؟ الظابط قال له لا انا عايز المره دي امنع البعثه كلها من السفر، بس اعملها ازاي؟ لو منعتهم كلهم يبقى شكلنا وحش، فمنع 8 لعيبه من المنتخب من السفر، نص لعيبه المنتخب. اسرائيل قالت احنا مش منعين المنتخب يلعب ولا حاجه، عايز يروح يلعب يتفضل مع خمس لعيبه بحالهم اهو يلعب خماسي يلا بالتوفيق شالوم يا شباب ان شاء الله تكسبوا. طب بلاش ارجع شويه كده برجاوي لحد يفتكر ان الكلام ده لسه جديد، ارجع لسنه 2006 في تصفيات كاس العالم 2006 وفي الوقت اللي بتلعب فيه اسرائيل ماتشاتها على ملاعبها مستريحه، كان منتخب فلسطين صاحب الارض بيلعب كل ماتشاته في قطر بسبب طبعا ان الاحتلال منعه ان هو يمارس نشاطه الرياضي على ارضه في فلسطين. وبالرغم ان هم بيلعبوا بعيد عن ارضهم وبالرغم من كل الظروف ديت المنتخب الفلسطيني عمل نتائج معقوله في اول 3 ماتشات ليه، كسب تايوان وتعادل مع العراق وبقى في المركز الثالث في المجموعه. اسرائيل طبعا بتتفرج وبتتابع وبتقول لا وبعدين بقى يا جماعه مع المنتخب ده يعني مش سايبينه يلعب على ارضه وبيكسب، طب نعمل فيه ايه؟ قالوا بص احنا اخر حاجه بقى هنعملها هنضيق عليهم التدريبات. منعوا المنتخب الفلسطيني من انه يعمل معسكراته التدريبيه على ملاعبه في فلسطين. المنتخب الفلسطيني يستسلم ام عامل المعسكر التدريبي بتاعه في قلب محافظه الاسماعيليه المصريه عشان يستعد لماتشاته مع اوزبكستان، وقال ولا يهمنا وهنحافظ على الكلين شيت بدون اي هزايم في تصفيات كاس العالم. اسرائيل لقت ان تضييقها عليهم مفيش منه فايده، قالت لهم انتوا ازاي يعني هتروحوا تتمرنوا في اسماعيليه؟ امنع يا عم خمس لعيبه من المنتخب ده من السفر واحبسهم جوه فلسطين. والمنتخب الفلسطيني برضه ما استسلمش وراح يتمرن في اسماعيليه ب 10 لعيبه، مع ان الحدود مصريه فلسطينيه ومن حق لعيبه فلسطين يتعبروا عادي. بس يعني انتوا عارفين احنا ما ينفعش يعني نتعدى على حق اسرائيل يعني ولازم نستاذن بصراحه اسرائيل من اي حاجه ندخلها، احنا مش عارفين ندخل ازازه ميه هندخل لعيبه يعني فيها يا جدعان. متخيل كده المنتخب الفلسطيني رايح يلعب على ملعبه اللي هو مش ملعبه بلعيبه ناقصه، وللاسف دي كانت اول هزيمه له في التصفيات قدام اوزبكستان. تخيلوا ان كان في احتمال ان منتخب فلسطيني يكون ليه تواجد في كاس العالم، لو كانوا قدروا بس يسافروا بلعبتهم كامله كان ممكن منتخب فلسطيني يكون اقوى لو ما كانش بيتقبض على الكوادر في منتخبهم لحد ما الاحتلال يجبرهم ان هم حتى في بعض الاحيان يبطلوا كوره، كان ممكن منتخب فلسطين يبقى اقوى
لو الاحتلال مش بيمنع البطولات المحلية من انها تتلعب. طبعا يا برجاوي احنا لسه يابا ما خلصناش المخطط الاسرائيلي على ارض بلا رياضة، لسه عندنا تاريخ طويل من مطرح ما احنا واقفين لحد سنة 1920. هتشوفوه في الجزء الثاني من حلقة ارض بلا رياضة في الاسبوع الجاي من كابينة التعليم. تصبحوا على خير واشوفكم الاثنين الجاي في كابينة التعليم.